كرة إلى الخارج حلوة كانت من أحمد فاض. سلامات للاعب فريق الزهراوي. عادة التسديدة أحمد فاضل، الكرة يبدو أنها ارتطمت في السلامات للمصور اللي يقوم بنقل مباراة هذا اليوم. والله ما أدري. لا وجه له تحية، بس خابرته برا المباراة يمكن، بس هي خفيفة حتى ما تأذي. بس كان مات الولد سديه ونقاله ما يعني، والله بالمباراة فقالوا لي برا الخطين متخربط الولد المصور، بعد المباراة عاد رحت سلمت عليه واتصلت به. استشهد. الله يستر التسديده. بالمناسبه عندك جول هم شوت من بالاسيويه تحديدا على الوصل الاماراتي مو؟ اي نعم اي الو جاي ابيش بالجمله العصبيه الوان مع احمد فاضل.